الان لجرمدان، ولكن باقي ما عرفتش انا وقتاش غادي يقدروا يدوزوا. يعني ما نقدرش نقول لكم شكون هو اللي سابق وشكون هو اللي متاخر. دونك كاينين عندي جوج اعمال، العمل اللي فيه 4 ديال الحلقات ديال اسرار الليل من اخراج ديال هشام جباري اللي لعب فيه شخصيه ديال خلخال، وعندي العمل ديالي الثاني اللي سميتو نزيف في الذاكره مع الفنان ياسين فنان اللي غادي يكون في القناه الاولى. دونك هو باقيين في المونتاج، دونك ما عارفينش وقتاش غادي يقدروا. الصراحه انا شخصيا باقا ما عارفاش واش غادي يقدر يكون الجزء الخامس ولا لا، ولكن ان شاء الله النهار غادي يكون غادي نعلن عليها.